مالطا، معمار على طراز الباروك، أجواء البحر الأبيض المتوسط، بصمات حديثة، جاذبية من نوع غريب، جنة على الشاطئ، ومكان يفضله مخرج هوليود لتصوير المناظر. تبلغ مساحة مالطا نحو 316 كيلومترا فقط، ويستغرق الالتفاف حولها بزورق 6 ساعات. العاصمة فاليتا بناها الصليبيون في القرن 16 حصنا للمسيحية، واليوم يعيش فيها نحو 7000 شخص. دولتنا صغيرة ولكننا نحتفظ بلغتنا الخاصة وثقافتنا فضلاً عن تاريخنا العظيم، ونحن كشعب مالطا نفتخر بكل هذا. لدينا جامعة وعندنا الكثير من الفرص للعمل في الصيف. أرى أن مالطا لديه العديد من المزايا، وأهمها الأجواء العائلية بالإضافة إلى الثقافة وجوها الرائع. هنا في فاليتا ترك الفينيقيون والرومان والعرب والنورمان آثارهم. تاريخ العاصمة الممتد عبر 6000 عام يجذب سنوياً أكثر من 1,600,000 زائر. أعلنت مالطا استقلالها عن الاحتلال البريطاني قبل 50 عاماً، ومنذ عام 2004 انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. المؤرخ دومينيك ميكاليف شب في فاليتا. دولتنا صغيرة ولكنها تقدم الكثير، مثل أوركسترا في الهارمونيكا الوطني والمسارح، كما أن لدينا هنا كل شيء، ربما بمقاييس صغيرة ولكن بجودة عالية. بوابة المدينة القديمة ومبنى البرلمان ودار الأوبرا المفتوحة من أهم المعالم الحديثة في العاصمة فاليتا. هذه المباني صممها المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو. المعماري المالتي كونراد بوهايار شارك في تنفيذ خطط رينزو بيانو. نحن نؤمن أن الوصول للابتكار يحتاج إلى الحصول على التأثيرات من الخارج، لأن ذلك يساهم في تطورنا على أسس تقاليدنا الخاصة. البحر والشاطئ والشمس، مرادفات تميز مالطا. بعد الظهر يشارك سكان الجزيرة السياح في أنشطتهم، وفي عطل نهاية الأسبوع يتوجه كثيرون إلى جزيرة جوزو المجاورة للاستمتاع بالغوص والاسترخاء في الجزيرة التي تكاد تخلو من السكان. رحلة العودة إلى الجزيرة الرئيسية تستغرق 20 دقيقة بالعبارة. هنا تقع العاصمة القديمة مدينة التي تنتشر فيها آثار العرب والرومان. هنا يعيش 400 شخص فقط. مالطا بتاريخها العريق مكان مناسب أيضا لتصوير الأفلام، وعبر 50 عاما شهدت الجزيرة تصوير الأفلام العالمية. هنا خزانات المياه الخاصة لاستديوهات أفلام البحر المتوسط. أنواع المناخ المختلفة يمكن تصويرها هنا أيضا. تقوم غورنيليا تسوباردي شيلمان بتنظيم وتنسيق عمليات الإنتاج. هنا تم تصوير 4 أفلام في العام الحالي، وهكذا تشهد صناعة السينما في مالطا ازدهاراً واضحاً. أغلب الناس يتحدثون اللغة الإنجليزية هنا، فضلاً عن روعة المناخ وتوفر أماكن تاريخية وحديثة للتصوير، ومن السهل عمل سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط في جو آمن. تعيش مالطا اليوم على إرثها الثقافي والتاريخي. مالطا دولة صغيرة بقدرات هائلة.